السلام عليكم. اليوم نعرفكم على مسجد موسى بن نصير الواقع في بلدية تلمسان، يعني في محيط مدينة تلمسان، واللي يعود تأسيسه إلى القرن الأول الهجري، وتم إعادة ترميمه عدة مرات. ونخليكم تلاحظ يعني تتمتعوا بهذا العمار، يعني الطابع العمراني الرائع، الطابع الزيري الجزائري لهذا المسجد الرائع. والسلام عليكم. حي على الصلاة.